بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين، آمين. الباب الثامن من الكتاب الرابع والثلاثين، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. المعروف أن الطاعة في المعروف، المعروف أن الطاعة في المعروف، هذا بالإجماع، لا توجد حاجة في الإسلام اسمها الطاعة العمياء، هذه بدعة ابتدعتها بعض الفرق. لا يوجد في الإسلام طاعة تسمى الطاعة العمياء، لا يوجد، بل طاعة على بصيرة، طاعة بالمعروف. المعروف عند المسلمين أن الطاعة في المعروف، هذا بالإجماع عند علماء المسلمين، إلا عند بعض جعلة الفرق يعتبر أن الطاعة تكون عمياء، يعني بلا بصيرة، بل لو أطعته في الحرام كنت شريكا له، وإن أطعته في المنكر كنت شريكا له في المنكر. وبالتالي طاعة الأمراء، والأمراء هنا هم قيل هم ولاة الأمور، وقيل هم العلماء، ولا بأس أن يكون كليهما. فالعلماء تطاع في علمهم لأنه وظيفتهم تعليم الناس ونصحهم، فيجب طاعتهم فيما ينصحون، وطاعتهم والانتهاء عما ينهون عنه. وكذلك ولاة الأمور تجب طاعتهم في المعروف لتستقر حياة الناس، وليأمن الناس في بيوتهم وعلى أرزاقهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. أما إن أمروا بظلم وبمعروف، يعني تخليط، فتطيعهم في المعروف ولا تطيعهم فيما يأمرون بالظلم، تختار ما تطيع فيه، تطيع في المعروف ولا تطيعهم في مظالمهم. ولو الظالم لم يجد على الظلم أعوانا لكف عن الظلم، لو التزم كل مسلم مع حاكمه أنه يطيع في إذا أمره بالمعروف ولا يطيع في الظلم، ما وجد الحاكم إنسان يعينه على الظلم، فهذا بحد ذاته يكف عن الظلم. أما الخروج على الحاكم طالما لم يظهر كفرا بواحا فحرام بالإجماع، لما يترتب عليه من مفسدة أعظم، وهي فساد ذات البين وإراقة الدماء وطمع أعداء المسلمين في المسلمين، حيث أنهم تضعف قوتهم في مواجهة أعدائهم الخارجيين، وهذا يؤدي إلى ضياع الدين والدنيا. أما الصبر عليه وعدم معاونته في ظلمه ومعاونته في معروفه، فهذا يحفظ للمسلمين دينهم وبلادهم وأرواحهم، والله سبحانه وتعالى يغير الحاكم بتغيير الرعية، إن تغير الرعية إلى الصلاح أصلح الحكام، وإن كان الرعية في فساد أفسد عليهم الحكام. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي يقول: لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم، فإن قلوب حكامكم بين أصبعين من أصابعي أقلبها كيف أشاء، إن أطعتموني قلبتها عليكم بالرحمة والشفقة، وإن عصيتموني قلبتها عليكم بإيه؟ بالظلم والجور. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كيفما تكونوا يولى عليكم. فتغيير النظام وتغيير الحاكم يبدأ بتغيير الإنسان نفسه،
وليس بالخروج عليه بالقوة. هذه البدعة التي ابتدعها بعض فرق الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام، وقامت عليها بعد ذلك الثورات الحديثة بدءا بالثورة الفرنسية إلى ما انتهينا إليه من فوضى في بلادنا وسائر بلاد العالم. هذا كله لا يقره الإسلام ولا يعرفه، لأن عندنا قواعد، القواعد هي ألا تبرأ ضرر بضرر أشد، فالظلم ضرر، فإذا رأت الظلم بظلم أشد وقعت في ارتكاب المحظور، وبقاء الحاكم الظالم خير للناس إجمالا من الخروج عليه إلى الفوضى، لأن النظام خير من لا نظام، خلافا للدين الأمريكاني الجديد، وهو أن الفوضى قد تكون خلاقة وينتج منها خير. يعتقدون ذلك هؤلاء، يسيرون خلف أهوائهم وخلف شياطينهم. والله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والفوضى إفساد، فالله لا يصلح الفساد ولا ينبني من الفساد صلاح أبدا. فنسأل الله السلام. أما خروج سيدنا الحسين والزبير، سيدنا الحسين خرج على يزيد، والزبير عبد الله بن الزبير خرج على الحجاج وعبد الملك بن مروان. كان اجتهاد منهم، حيث أنهم لا تستقر الخلافة لهؤلاء، فإن أهل اليمن وأهل الحجاز وأهل مصر بايعوا الزبير، وأهل الشام والعراق بايعوا عبد الملك بن مروان، وبالتالي كانت هناك يعني عدم استقرار لخليفة، لا يوجد خليفة مستقر عليه. وقد قاس الناس وعانى من ظلم بني أمية، ولذا انحاز فريق مع هذا وانحاز فريق مع هذا. وسيدنا الحسين كان يعلم بعد أن سموا أخي الحسن وورث الخلافة معاوية ليزيد، ويزيد لا يصلح، امتنع أهل المدينة قبل أن يكلموا حتى سيدنا الحسن عن مبايعة يزيد، وامتنع أهل اليمن عن مبايعة يزيد، وامتنع أهل الحجاز عن مبايعة يزيد، وأهل العراق أرسلوا إلى سيدنا الحسين أن يخلصهم من هذا الطاغية الفاسق الفاجر شارب الخمر تارك الصلاة الدعي. وكان يعلم سيدنا الحسين أنهم لن يتركونه أبدا، وأنه لو مكث في المدينة أرسلوا الجيوش إلى المدينة وانتهكوا حرمته. فخرج سيدنا الحسين إلى العراق حتى يحمي المدينة بنفسه فلا تنتهك المدينة، وكان اجتهاد منه. ثم استقر الأمر بعد ذلك، وأجمع المسلمون عندما اختبروا الخروج على الحكام ولو كانوا ظالمين أنه ينبني عليه مقاتل عظيمة وشدة وشدائد. أجمع المسلمون بعد عصر سيدنا الحسين وبعد عصر الزبير على أن الخروج على الحاكم الظالم يؤدي إلى مفاسد أعظم، والتجربة أثبتت ذلك. وبالتالي لما خرج سيدنا الحسين لم يكن هناك إجماع، ولما خرج سيدنا الزبير لم يكن هناك إجماع بعد، بل كان هناك اجتهاد، وأرادوا أن يصلحوا ما أفسده الأمويون واجتهدوا في ذلك، ولكن الله لم يرد أن يجعل المسلمين محكومين بولاة عدول، لأن حال المسلمين تغير وكثرت المعاصي فيما في أفرادهم، وكثر حب الدنيا في أفرادهم، فولاهم أناس يحبون الدنيا مثلهم ويؤثرونها على الآخرة، سنة الله في الأرض، يولي الظالم ظالم مثله. فنسأل الله أن يسلمنا. وحقت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوءته أن الخلافة الراشدة بعده 30 عاما، ثم بعد ذلك ملكا عضوضا يتوارث الظالم من ظالم
حتى ينزل عيسى ابن مريم، فنسأل الله أن يسلمنا. هذه هي خبرة المسلمين وعلماء المسلمين. ثم يأتي الأمريكان في العصر الحديث يأتون إلينا بفقه جديد وإسلام جديد من خلال الفرق الضالة من المسلمين والشباب المتحمس قليل الفقه، ويستثمر ظلم الحكام في إشارة في إثارة البلابل والفوضى وإراقة دماء المسلمين بأيدي المسلمين، حتى يتفرغوا هم في نهب ثرواتنا ويتركوننا نحن نحرق بلادنا بأيدينا. أين الحكماء وأين الفقهاء؟ إذا تكلم فقيه قالوا أنه عالم سلطة ويتهمونه بذلك، إذا قال لهم لا داعي لهذه الفوضى يقولون أنه يريد الظلم. لا أحد يريد الظلم، ولكن هناك حكمة تقتضي أنك لا تدفع الظلم بظلم أشد، وإراقة دم مسلم واحد بريء عند الله أشد من الصبر على الظلم. فنسأل الله أن يسلمنا وأن يعيد إلينا فقهنا الجديد، وأن نترك الدين الأمريكاني الجديد الذي أراق فيه المسلم دم أخيه المسلم بالسلاح الأمريكي اليهودي، واستغلوا بعض الآيات وبعض الأحاديث التي في ظاهرها الحث على الجهاد بصورة صحيحة فقلبوا معانيها وجعلوها جهاد المسلم لأخيه المسلم المخالف له في الرأي، وليس جهاد المسلم للكافر الذي يمنعه من أداء شعائر دينه. فعلينا أن نراجع أنفسنا ونراجع الفقه الإسلامي. أيام الإمام مالك كان الحكام ظلمة، ولم نسمع أن الإمام مالك جيش تلامذته ووقف في مظاهرات يناقض الحاكم. وأيام الإمام الشافعي كان العباسيون يريق دماء كل مخالف بتحقيق وبغير تحقيق وبأقل شبه، واستحر القتل، وبالرغم من ذلك انشغل الإمام الشافعي في تأصيل مذهبه وتعليم الناس، وبقي الإمام الشافعي وذهب العباسيين، وبقي فقه الإمام مالك وذهب العباسيون، وبقي فقه الإمام أبو حنيفة وذهب الأمويون والعباسيون، وكل ظالم ذهب، وبقي ما ينفع الناس. ولكن لو انشغلوا هم في جهاد هؤلاء الناس وتجيش الناس ضدهم ما استقر فقه ولا استقرت مدارس فقهية ولا تأصلت القواعد ولا ضاع الدين ولا ضاعت الأحكام ولا ضاع الناس. هذه هي الحكمة التي تقتضي هذا. فنسأل الله أن يعيد إلينا أمننا وأن يحكم فينا أهل الصلاح، ولكن لا يحكم فينا أهل الصلاح إلا إذا صلح حالنا مع الله. فعلينا أن نصلح أنفسنا وحالنا مع الله ونكون أمناء فيما وكلنا الله عليه فيحكم فينا الأمناء. ولكن كل إنسان في دائرة ليس بأمين، فكيف يحكم من ليس أمينا يأتي بأمين يحكمه؟ هذه على غير سنة الله. ولذا وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، فإن أطعت الحاكم في الظلم أعنته على الظلم، وإن امتنع الناس عن طاعة الحاكم في الظلم مجرد الامتناع بس انه يتعيف الظلم ما وجد على الظلم اعوان لتوقف الظلم في الحال، يتوقف الظلم، لانه اذا لا يظلم الا عن طريق ايادي ومساعدين له يعينوه على الظلم، فلو هؤلاء المساعدين امتنعوا لامتنع عن ان يأمرهم بالظلم. شديد نتلبس المعصية مع الطاعة، يعني ما احنا بنحب كلنا كده، ما هو كلنا هذا الحاكم، كلنا خلطة بين معاصي وذنوب. أنا قصدي الأمر لو جه أمر من الحاكم أو من العالم تختار منه الطاعة وتبعد عن المعصية. لو كانت مش واضحة بالنسبة لي أصلاً تسأل العلماء، معلش كده احنا قلنا العالم هو اللي أمر بحاجة، تسأل عالم تاني، ما هو ما يغيب عن عالم مش هيغيب عن عالم تاني. أنا سألت عالم مش عارف الأمور ملتبسة عنده، أذهب لعالم تاني ملتبسة عنده، أذهب لثالث لرابع، مش لاقي كله ملتبس، أسيب البلاد دي وأقعد أعبد ربنا في حتة تانية لحد ما الأمور تتضح. هي دي الطريقة، لكن لا أخرج إلا على هدف واضح. إذا التبست الأمور حتى على العلماء أترك الأرض اللي ملتبسة دي وأقعد أنا في أرض ثانية أعبد ربنا فيه لحد ما ربنا يزيل الالتباس. الحكاية سهلة، لكن لا أريد دماء غيري ولا دم نفسي فيما لا طائف، وأحرق البلاد والعباد.
بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 51 بعد 804,000، قال حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن الحزمي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقلنا أن الطاعة هنا مقيدة في المعروف وليس على إطلاقها، فكثيرا ما يطلق الأمر ويكون مقيدا بأحاديث أخرى. وعن أبي قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبر أنه أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري. مين اللي بيحدد الأمير بقى؟ الحكم المعتمد. دلوقتي شوية مجموعة 10-20 يختاروا منهم أمير، طب انتوا مين اللي خلى الامير ده بقى امير؟ الامير ده لا يكون اميرا ولا تثبت له الاماره الا اذا ايه كان له الاماره المجمع عليه، مش مجرد مجموعه كده يقولوا مع بعض يبقى انت اميرنا ويبقى نطيعه على طول اطاعهم، يا زي ما بيعملوا الاخوان ومن والوهم والجماعات الاسلاميه والجهاديه وغيرهم وغيرهم، ويامروا عليهم اجهلهم ولكن اكثرهم تهورا يصير هو امرهم. هذا كله ليس من الفقه الإسلامي، ده تشويه للفقه الإسلامي وتشويه لأحاديث النبي، ولذا النبي بريء منهم. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وعن أبي قال والنسبة هنا أميري هنا نسبة تولية، هو الذي ولاه، الأمين على المسلمين هو الذي يوليه، وليس مجموعه شباب صغار غير امناء على مصالحهم الشخصيه هم اللي يولوا منهم واحد، وبعدين في الاخر يجيب الاحاديث ده على هذا ويجعل الامير ده. شوف تشويه الاحكام يؤدي الى ما نحن فيه الان من قتل المسلم لاخيه المسلم. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وعن أبي قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حا. قال وحدث عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حا. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن يعلى بن عطاء أنه سمع أبا علقمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديثهم. وعنه به قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديثهم. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من أطاع الأمير ولم يقل أميري، وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة. وعن أبي قال وحدثنا سعيد بن منصور
وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب. قال سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. يعني ولو كان مخالفا لهواك، أثرة عليك يعني ولو كان مخالفا لهواك، كل ذلك يكون في المعروف، كل ذلك موجه إليك في المعروف، تسمع وتطيع في المعروف سواء كان الطاعة عسيرة عليك أو يسيرة، سواء كنت نشيطا أو كنت كسلانا، وسواء كانت تخالف طبعك أو توافق طبعك، طالما كان هذا الأمر فيه معروف وأنه فيه مصلحة عامة للمسلمين فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعن أبي قال: ورب الرسول قال إيه؟ أمرنا ألا ننازع الأمر أهله، فلا تنازع الحاكم حكمه وسلطته ولكن انصحه، ولا تنازعه سلطته، أمرنا ألا ننازع الأمر أهله. هذا كله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ حديث واحد وتسير خلفه ثم تترك باقي الأحاديث، تجد نفسك بتطبق دين غير الدين، فعليك أن تجمع كل الأحاديث وتتخذ لك مسلكا يطبق جميع الأحاديث مع مراعاة مقاصد الشرع، وهي عدم إراقة الدماء وعدم الإفساد في الأرض وعدم إثارة البلبلة ومنافسة الناس من أجل الدنيا، هذه هي مقاصد الشرع المطلوبة منك. فإن وجدت أن المنافسة تحولت إلى منافسة الدنيا عليك أن تبتعد وتكون أكثر الناس بعدا، إن تحولت المنافسة على الدنيا وليست على أمور الآخرة. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطوع، يعني ولو كان حتى في ظاهره لا يصلح أن يكون أميرا. يعني الأمير مجدع الأطراف يعني إيه؟ يعني عاجز، شكله عاجز، لكن طاعتي له تجعل المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد، وقال في الحديث: عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ومعلوم أن العبد لا تصلح إمارته لأنه رقيق، وبالرغم من ذلك المسلمون طبقوا ذلك أيام عصر المماليك، وفقهاء المسلمين أقروا المسلمين على ما كانوا عليه، على المصريين على ما كانوا عليه، كانوا يحكمنا عبيد أرقاء، والولاية لا تصح للعبد، ولكنهم تغلبوا علينا بالسلاح، فكان الخروج عليهم وهم في يدهم السلاح يؤدي إلى إراقة الدماء. فاستقر الفقه عند أهل مصر وعند الأزهر الشريف أنهم يتحملوا حكمهم بالرغم أنهم لا يصلحوا للولاية حتى لا تراق الدماء، وببركة هذا صدوا الصليبيين وصدوا التتار. ولو كنا وقفنا ضد المماليك لدخل التتار والصليبيين إلى بلادنا وقتلونا قتلا وضاع الإسلام، ببركة هذه الأحاديث التي استقرت في نفوس فقهاء المسلمين. والعز بن عبد السلام نفسه وكان يعني سلطان العلماء في عصره أقر لهم الولاية وعقد لهم اللواء وشجعهم للحرب حتى يمنعوا هجوم التتار والصليبيين من جميع الجهات، وكانت هذا فيه نصرة للإسلام والمسلم، وكان ينصحهم وانصاعوا لنصيحته وباعوا أنفسهم، ثم بعد ذلك اعتقوها ودفعوا هذه الأموال وضعوها في خزانة الدولة، اشتروا بها السلاح وحاربوا بها الصليبيين والتتار. كل ذلك طبقناه عندنا عصر معروف في عصر المماليك مدة طويلة من الزمن، حكمنا عبيد وكانوا حكامنا عبيد غير معلوم النسب،
ولكن لمجرد انهم يعني اخذوا الولايه بالسلاح وقوه السلاح، وكان الخروج عليهم من ناس غير مسلحين يخرجوا على مسلحين يؤدي الى اراقه دماء كثيره. فاستقر الامر ونصح الفقهاء المصريين ان يمكثوا تحت حكمهم، وببركه هذا صددنا التتار. ولك ان تنظر في التاريخ، لكن لو كان ليه عندنا الفقه الامريكاني ايام هذا لاجتاحنا التتار. الفقه الامريكاني الذي هو ابعد ما يكون عن الحكمه وابعد ما يكون عن البصيره، فقه الكاوبوي الذين قتلوا الهنود الحمر وحلوا محلهم وكانوا ناس براء. هو الفقه ده ارادوا ان هم ينشروه من خلال جهله المسلمين وحماس شباب المسلمين وبعض النصوص المفهومه خطا عندهم، فنشروا ما نحن فيه الان من ازمه. وقال في الحديث: عبدا حبشيا مجدع الاطراف. وعن ابي قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي عمران بهذا الاسناد كما قال ابن ادريس عبدا مجدع الاطراف. لان تنعقد الولايه والاماره عند المسلمين اما بالشورى او بغلبه السلاح. لو واحد غلبنا بالسلاح، مسلم كده وعنده جيش وغلب الناس بالسلاح، خلاص ياخذ الاماره، ونطيعه في المعروف ولا نطيع في الظلم، وننصحه ولا نمنع ولا نقف امامه وهو معه سلاح ونحن ليس معنا سلاح فتراق الدماء. ليس من العقل ان تقف امام انسان مسلح ليقتلك بالسلاح، ليس من العقل هذا. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. طالما بيأمركم بالمعروف يعني، وهو عبده رقيق لكن عايز المعروف والمصلحة للمسلمين، عليك أن تسمع به. نتعاون فيما فيه البر ولا نتعاون فيما فيه الظلم. وعن ابي قال: وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبه بهذا الاسناد وقال: عبدا حبشيا. وعن ابي قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبه بهذا الاسناد وقال: عبدا حبشيا مجدعا. وقلنا مجدعا يعني مقطوع الاطراف. وعن ابي قال: وحدثنا او مشوها، يعني ممكن تقول عليه مشوها. وعن ابي قال: وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا، وزاد انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن او بعرفات. وعن ابي قال: وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن زيد بن ابي انيسه عن يحيى بن حصين عن جدته ام الحصين قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. لأن الطاعة والسمع في المعروف. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. يعني فيما أحب يعني وافق وجهة نظري، وكره يعني خالف وجهة نظره في المعروف. إلا أن يؤمر بمعصية، شوف، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يبقى لا طاعة إيه في معصية الله أبدا ولو كانت من الأبوين، فما بالك بالحاكم. الطاعة في المعروف. وعن ابي قال: وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلاهما عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا، اللي هو إيه؟ عبد الله بن حذافة، اللي هو في أول حديث، اللي هو عبد الله بن حذافة إيه السهمي، اللي هو جابه أول حديث في الباب، هيجي يجيب قصته بقى اللي هو نزلت فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوا، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. هذه القاعدة، إنما الطاعة في المعروف. عبد الله بن حذافة كان مشهور بالمزاح، يحب يمزح، فهم ايه قال لهم ايه؟ قال لهم مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تطيعوا الامير؟ طب اوقدوا نار. اوقدوا نار، افتكروا ان الامير عايز مثلا يستدفئ او يطبخ حاجه، فاوقدوا نار. طيب حاضر، اوقدنا النار، ايقاد النار مباح، اوقدوا النار. وبعدين بقى هو يقول لهم ايه؟ ادخلوا فيها. الله، هو بقى بيختبرهم يعني. فمجموعه هتنط في النار، ما هي طاعة عمياء، مجموعة تانية قالوا والله ما طعنا رسول الله إلا فرارا من النار فكيف ندخلها؟ عملوا عقلهم. فلما رأى منهم ذلك وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي ما حدث، قال والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها ليوم القيامة، يعني يعذبوا طول مدة بقائهم في قبرهم، شوف، إلى يوم القيامة. وقال ايه؟ قال انما الطاعة في المعروف، قاعدة ثابتة معروفة. وعنه به قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابو سعيد الاشج، وتقاربوا في اللفظ، قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوا. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، أهو، وألا ننازع الأمر أهله، يعني الخروج على الحاكم منازعة للأمر أهله، لكن نصح الحاكم هو ده المطلوب، انصح الحاكم مطلوب، وتطيعه في المعروف مطلوب، عمل قوانين تنظم حياة الناس، ليه تخالف القوانين؟ معظم الناس في مصر يحبوا يخالفوا القوانين، قوانين الإسكان وقوانين المباني وقوانين المرور وقوانين الصحة وقوانين التجارة والبيع والشراء وغير ذلك، كله الطوائف يحبوا يتلاعبوا في القوانين، وفي الآخر عايزين يبقى الحاكم عادل. طب إذا أراد أن يعدل فيكم لا تعاونوا على العدل، ثم بعد ذلك تخرجوا عليه. شيء عجيب، شيء عجيب وفقه عجيب. إذا أمركم بالمعروف وما فيه نظام حياتكم تعصوه وتتلاعبوا في القوانين، ثم بعد ذلك تقولون هو ظالم، ما هو كيف يحقق العدل ان كان يسن القوانين وانتم لا تنفذونها وتتلاعبون عليها وتلتفتون حولها وترتشون وتاخذون الرشاوى من اجل الا تنفذوا القوانين، فكيف يحكمكم وكيف يعدل فيكم؟ فشيء عجيب. وعلى الا ننازع الامر اهله، وعلى ان نقول بالحق اينما كنا،
لا نخاف في الله لومة لائم. ليه النصح؟ تقول النصيحة، تقول ان كده منضبط نمشي فيه، كده النظام فيه المصلحة، علينا ان نسير في هذا النظام. اما يؤمر في حاجة فيها خطأ نقول لا هذا خطأ، ونرجو ان لا ينفذ، وعيوب هذا الامر كذا وكذا، ونناقشه وندفع اليه علماءنا يناقشوه، والاعلام والصحافة وغيره وغيره وكل ده، وغالبا ما يراجع الحاكم نفسه اذا وجد رأي عام، قضية رأي عام بيراجع نفسه. لكن نخرج كده ونعتصم ونعيش في البتاع ونحرق البلاد والعباد، الطريقة الامريكاني دي اللي بيسموها الربيع العربي، وهي لا ربيع ولا غيره، بيضحكوا علينا بشوية الفاظ غريبة. وهذه التسمية ذكرها انيس منصور في سنة 81، يعني معدة مسبقة. حتى التسمية دي كتبها انيس منصور في المواقف من 81، بيقول بيعدوا حاجة اسمها الربيع العربي، وان هم ينشروا الفوضى الخلاقة في بلادنا، حتى يعيدوا تقسيم بلادنا مرة اخرى، لانه كان رجل له اطلاع وكان بيقرأ الايه الابحاث بتاعتهم والمقالات بتاعتهم. وللأسف معظم الناس لا بيقروا ولا بيتابعوا ولا بيصدقوا حتى الناصحين. وبعدها بحوالي شوف 30 سنة من كلام انيس منصور نسمع كلمة الربيع العربي، وقالها في عدة مقالتين بس في الثمانينيات. فحتى الاسماء والشعارات هم اللي بيوضبوها لنا علشان يحرقوا بيها بلادنا ويضحكوا علينا والشباب ينقادوا، وربنا ينجينا. وعن أبي قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله ابن عمر ويحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد في هذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني بكير عن بصر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. إلا إذا بقى إيه الحاكم كفر كفر بواح، يعني معنى منع الأذان، منع الصلاة، أمر الناس أن يتركوا دينهم، كفر بواح. إن وجدنا شوكة وخرجنا عليه دون إراقة الدماء فبها ونعمل، وإلا نترك البلد ونعبد الله في أي حتة أخرى، في أي مكان آخر، إن لم نستطيع أننا نقاوم هذا. بس ببساطة كده الأمور واضحة. إنما حكم ظلم في بعض الأحكام وعدل في بعض الأحكام نقوم نخرج عليه؟ لا، نطيعه فيما عدل فيه، وننصحه فيما ظلم فيه، ولا نعاونه على ظلمه. بس بمجرد كده نمتنع عن اننا نعاونه على الظلم. والكفر البواح يعني كفر ايه ظاهر لا يحتاج الى مواربة، ونقف على باب في الامام اذا امر بتقوى الله وعدل كان له اجر. غدا ان شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.